شريان رئيسي للسياحة الشعبية بيتوسط 11 قرية وبيعتبر نقطة سياحية هامة لتميزه بضفاف نهرية نظيفة دائمة الجريان. عم نحكي عن نهر الخوابي الواقع شرق مدينة طرطوس على بعد 15 كيلومتر عنا. بيجري من وادي العيون وبيرفدوا نهر البغلة والديرون وبيستمر بالجريان وصولا إلى حصين البحر. نحن هون منطقة نهر الخوابي، سياحة شعبية بتجنن مثل ما انك شايف، العالم قاعدة ومصبح بتسبحوا وبيقعدوا. طبيعة حلوة، في سباحة للأطفال كمان بينبسطوا. هلا بالسياحة الشعبية أنا بنصح كل واحد، يعني بنصح الناس تيجي تردد. هلا نحن بفصل الصيف والجو حرارة، بنصح الناس تطلع على النهر، يعني تعمل تغير جو من جهة، وبنفس الوقت تعمل يعني تدخل مردود للسياحة الداخلية. وبهالصيفية وبهالشوب عم تكتر العجقة والقعدات الجميلة حول هالنهر يلي عمل منتزه رائع جمع بين جمال الطبيعة السورية والرواق.